السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا سنة أولى، عاملين إيه؟ معاكم زميلتكم سمية عفيفي من الفرقة الرابعة. بإذن الله النهاردة هنشرح جزء جميل قوي وبسيط، هو العملي بتاع الكروموزوم. الجزء ده لذيذ خالص وخدته في النظري بالتفصيل وسهل، مجرد بس إن احنا النهاردة هنعمل تفرقة كده ما بين الصور اللي ممكن تجيلكم. نستعين بالله وتعالوا نبدأ بسم الله في الموضوع بتاعنا. الموضوع بيتلخص في حاجة اسمها كروموزومال انوماليز. يعني ايه انوماليز؟ يعني حاجة مش طبيعية، ابنورماليتي في الكروموزومز. الابنورماليتي دي ممكن تكون في عدد الكروموزومات، وممكن تكون في تركيب الكروموزومات. يعني ممكن تكون نيوميريكال ابنورماليتي، ممكن تكون ستراكتشرال ابنورماليتي. تمام كده؟ طيب هو انا عشان اعرف الحاجة اللي مش طبيعية دي لازم اكون عارف الطبيعي، يعني لازم اكون عارف الطبيعي ايه. تمام؟ الصورة اللي قدامكم دي طبيعية 100%. تمام؟ ازاي بقى؟ انت عندك النورمال كروموزومال نمبر في جسمك هما 46 كروموزوم، 44 كروموزوم جسدي واتنين كروموزومين جنسي، يا اما اكس واي يبقى ميل، يا اما اكس اكس تبقى ايه؟ في ميل. تمام؟ طيب عندك كمان ان من كل كروموزوم هتلاقيه عبارة عن اتنين هومولوجس كروموزومز. بص على الصورة، بص على رقم 7 هتلاقي اتنين منه، بص على رقم 9 هتلاقي اتنين، على رقم 1 هتلاقي اتنين، لحد رقم 22 هتلاقي اتنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل عدد من الكروموزومات دي بتلاقي، يعني رقم 22 هتلاقي منه اتنين، رقم 11 هتلاقي منه اتنين. دي حاجة اسمها دايوزمي، بنسميها دايوزمي. تمام؟ ده النورمال. النورمال خالص ان انت يبقى عندك من كل رقم من الكروموزومات اتنين هومولوجس كروموزومز. تمام كده؟ طيب مثلا لقيت من رقم 7 لقيت 3، ده معناه ان دي حاجة طبيعية؟ لا، دي حاجة مش طبيعية وزادت، ما بقتش دايزومي. داي على فكرة يعني 2، فما بقتش 2 بقت 3، ف3 يعني تراي، فتبقى مثلا ابنورمالتي اسمها ترايوزومي. طيب لقيت مثلا اللي هما الاكس عند واحدة في ميل، لقيت المفروض يبقى عندها اكس اكس، لقيت عندها اكس واحدة، فمعنى كده ان هي نقص من عندها كروموزوم، فهيتبقى مونوزومي. تمام؟ ما بقتش دايزومي زي الطبيعي. فهي دي الابنورمالتيز. الابنورمالتيز ان انا ببدأ اشوف العدد بتاع الكروموزومات، اشوف اشكال الكروموزومات، فانا همشي على الكروموزومات كلها، هلاقي مثلا عند رقم معين في كروموزوم زايد، في كروموزوم قل، هبدأ احدد بناء على كده. يبقى ده الطبيعي. لو جالك الصورة دي الطبيعية خالص، هتقول كاريوتايبنج شوينج النورمال ستيت اوف كروموزومز. تمام كده؟ ودي النورمال عادي خالص، ما فيهاش اي زيادة ولا اي نقص ولا اي تغيير في تركيب الكروموزومات ولا اي حاجة خالص. تعالوا نبدأ بقى الحالات المرضية. احنا عندنا زي ما قلنا تغييرات في العدد وتغييرات في التركيب. هنبدأ بالتغييرات في العدد. احنا قلنا لو بص على الصورة دي، امشي 1 2 لحد 22 هتلاقي من كل رقم 2 هومولوجس كروموزومز. تعالى كده عند اكس، هو انا ما عنديش واي هنا، فدي تبقى فيميل. تعالى عند اكس هتلاقي واحد بس، المفروض هي فيميل، فيبقى عندها اكس اكس. لا، هي عندها نقص في واحد من الاكس، يبقى دي مونوزومي اكس، اسمها مونوزومي اكس. طب الحالة دي اسمها ايه؟ او المرض المتلازمة دي اسمها ايه؟ المتلازمة دي اسمها تيرنر سيندروم. بتبقى في ميل عندها نقص في الكروموزومات الجسدية، بيبقى عندها الكروموزوم اكس واحد بس مش موجود الاتنين. تمام؟ طيب هكتب ازاي؟ بيقولك تيرنر سيندروم، مكتوب تيرنر سيندروم 45 اكس زيرو. تمام؟ يعني ايه 45؟ لان الطبيعي 46، فهي ناقص من عندها واحد، فانا هكتب 45. هتحط كوما كده وبعدين تكتب اكس، لان هي المفروض تبقى اكس اكس، فلا انا هكتب اكس زيرو لان هي عندها اكس واحده بس. تمام كده؟ يبقى منظمي اكس. هتكتب لو جات لك الصوره دي، احنا كنا لما كانت بتجيلنا بقى في النظام القديم كنا بنكتب كاريوتايبنج شو منظمي اكس تيرنر سيندروم 45 اكس زيرو. تمام كده؟ يبقى اول حاله معايا عندي نقص في الكروموزوم في الكروموزوم اكس، عندي واحد بس، فدي اسمها تيرنر سيندروم او اسمها مونوزومي اكس. تعالوا على دي نفسها برضو صوره تانية، تيرنر سيندروم، امشي 1 2 لحد 22 هتلاقيهم كل واحد منهم في منه 2، ما عدا تعالى عند الاكس هتلاقي اكس واحده بس، المفروض هي فيميل فتبقى اكس اكس، لا هي عندها اكس واحده بس، فدي تيرنر سيندروم. الحالة اللي بعدها احنا قلنا لو قل يبقى مونوزومي، لو زاد يبقى ترايوزومي. برافو عليكم. الطبيعي دايوزومي، فهي زادت يبقى ترايوزومي. عندي ترايوزومي ده يعني عندي كروموزوم
بقى بدل ما بقى اتنين بقى تلاتة، بدل ما اتنين هومولوجس كروموزومز بقوا تلاتة هومولوجس تلاتة كروموزومز. طيب عندي كام حالة من الترايزومي؟ عندي 4 حالات من الترايزومي. أول حالة معانا هي زيادة في الكروموزوم رقم 21، بقوا تلاتة بدل اتنين بقوا تلاتة في الكروموزوم رقم 21. دي حالة اسمها داون سندروم. اسمها ايه داون سندروم؟ هتلخبط فيهم. ف21 اخرها نون وداون فيها ان، تمام؟ يبقى داون 21، الاثنين اخرهم ان كده، او نون وان، تمام. طب عايزه اكتب بقى زي ما كتبت هناك في المنظمي، قلت 45 اكس 0، عايزه اكتب الداون سندروم. هكتب ايه؟ بصوا كده معايا، هكتب عندك، انت عندك زياده يبقى عندك 47، تمام، يبقى 40. وهعملكم هكتب دي، ده اكس واي، ده ميل، يبقى اكس واي، تمام. عندي زياده في رقم 21 فهكتب بلس 21، تمام كده. يبقى دي الكتابه بتاعتها اللي انا المفروض اكتبها. عندك ترايزومي 21، داون سندروم 47، لان انت عندك زياده اكس واي. ابص على ده ميل ولا في ميل؟ ده ميل. اكس واي بلس 21، يعني انت عندك في زيادة في الكروموزوم رقم 21. سهلة. يبقى أول ترايزومي معانا كان داون سندروم، اللي هو زيادة في الكروموزوم رقم 21. طيب تعالوا على الترايزومي اللي بعد كده، ترايزومي 18. 18 يعني ايه بالانجليش؟ 18 بتبدأ بالإي، فإدوارد، إدوارد سندروم. يبقى 18 لو عندك ترايزومي في الكروموزوم رقم 18 يبقى إدوارد سندروم. طب هكتب ازاي؟ بص انت على الكروموزومات كلها من أول رقم 1 لحد 17 كلهم اتنينات، هتلاقي لأ 18 بقى 3 وبعد كده كملنا عادي طبيعي. اوكي طيب هكتب برضو ازاي؟ هكتب زي ما هو مكتوب قدامك اهو. مكتوب 47 لان انت عندك ترايزومي، ده ميل، قصدي في ميل اكس اكس، تمام. بكتب الاول الرقم بعد كده بكتب في ميل ولا في ميل. عندك اهو بلس 18 عشان الزياده فين؟ في الكروموزوم رقم 18. عندي في الكروموزوم رقم 18 عندي 3. سهله وبسيطه خالص يعني. طيب الترايزومي اللي بعد كده رقم في الكروموزوم، زياده في كروموزوم رقم 13، ده بسميه باتو سندروم. باتو سندروم فيها حرف التي و13 ت، فخلاص بقى يبقى باتو سندروم، يبقى مش هنتلخبط فيهم ان شاء الله. ترايزومي 21 مين داون، ترايزومي 18 يبقى ادوارد، ترايزومي 13 يبقى باتو سندروم. طيب هكتب ازاي برضو؟ عندك زياده يبقى 47 بدل 46. عندك دي ميل ولا في ميل؟ ده ميل اكس واي، كتبت اكس واي. وعندك الزيادة في انهي كروموزوم؟ في الكروموزوم رقم 13، يبقى بلس 13 زي ما انت شايف. عندك امشي على الكروموزومات كلها تلاقيهم كلهم اتنينات ما عدا رقم 13. ما بص اول ما تجيلك صورة في الامتحان بص على الكروموزومات كلها، شوف بقى في زيادة في نقص الكلام ده كله، تمام. يبقى عندك كده خلصنا الترايزومي اللي المفروض في الكروموزومات اللي هي ليها ارقام. طب تعالى بقى، عندي حالتين ترايزومي في السكس كروموزومز. عندي حالتين ترايزومي في السكس كروموزومز، يا اما زياده في الكروموزوم اكس، عندي 3 من الاكس، يا اما عندي يعني من الواي واحد، يعني 2 من الواي وواحد اكس معاهم، تمام. انتوا طبعا عارفين ان الفيميل بتبقى اكس اكس والميل بيبقى اكس واي، فكده كده الفيميل هي اكس اكس، فانا لما زودت واحد من السكس كروموزومز هزوده اكس، لان الفيميل استحاله يبقى عندها واي، تمام. يبقى اكس اكس بقى عندي 3 اكس، فدي اسمها سوبر فيميل. يعني ايه سوبر فيميل؟ يعني فيميل بصوا عندها 3 اكس، فيميل بالثلث، يبقى سوبر فيميل. دي ترايزومي سكس كروموزوم سوبر فيميل. طب هكتب ازاي؟ بص على كل الكروموزومات، انت عندك زياده في العدد يبقى 47، خد كومة. عندك هشوف بقى هي فيميل، هي طبعا فيميل زي ما قلنا بالثلث، يبقى اكس اكس اكس، تمام كده. طيب عايزين بقى نشوف الحالة اللي بعد كده، ترايزومي سكس كروموزومز بس السوبر ميل. سوبر ميل يبقى عنده واحد واي زيادة، احنا معروفة ان الواي بتاع الميل، فعشان اخليه سوبر ميل فانا هزود له ايه؟ واي كمان. فما فيهاش اي حاجة غير ان انا هكتب 47 برضو لان ده ترايزومي، احنا قلنا زيادة عن الطبيعي، يبقى 47 واكس واي واي، يبقى سوبر ميل. طيب احنا كده خلصنا حالات الترايزومي. احنا اتكلمنا عن ايه بقى؟ اتكلمنا عن التغير في الاعداد. قلنا مونوزومي اكس دي كانت اسمها ايه؟ اسمها تيرنر سندروم، ودي بتبقى فيميل عندها نقص في الكروموزوم رقم في الكروموزوم اكس، تمام، عندها اكس واحده بس. بعد كده قلنا حالات الترايزومي، قلنا عندنا كام حاله؟ عندنا 5 حالات في الكروموزوم 21 داون، تمام، زياده في الكروموزوم رقم 18 مين
إدوارد، زيادة في الكروموسوم رقم 13 من باتو سندروم. بعد كده عندك زيادة في الترايزومي في السكس كروموسوم، زي إما السوبر ميل يا إما السوبر فيميل. سوبر فيميل 3X، سوبر ميل XYY. تمام كده يا ولاد؟ طيب الحالة اللي بعد كده وآخر حاجة بقى في الابنورمالتي بتاعت العدد، هي حاجة اسمها ترايبلويدي. يعني ايه ترايبلويدي؟ يعني عندك من كل كروموزوم 3. بص كله بقى، بص كده على كل الكروموزومات، هتلاقي من كل كروموزوم هتلاقي عندك 3 بس، ما عنديش حاجة تانية خالص. هتلاقي كروموزوم دي سهلة جدا، لو جت في الامتحان عندك من كل واحد هتلاقي 3، يبقى دي على طول ترايبلويدي. غير التانية، غير الترايزومي، انت عندك 3 في رقم واحد بس، يعني في كروموزوم واحد بس. انما بص الحالة دي، الحالة دي كلهم ايه؟ كلهم تلاتات. تمام كده يا ولاد؟ طيب خلصنا كده الكلام عن الابنورمالتيز في العدد. تعالوا نشوف الابنورمالتيز في الاستراكشر. يعني ايه ابنورمالتيز في الاستراكشر؟ او الابنورمالتيز في الاستراكشر عندي كام حاله منها؟ عندي حاجتين، يا اما حاجه اسمها ترانسلوكيشن. يعني ايه ترانسلوكيشن؟ يعني زي ما انتم شايفين في الصوره اللي قدامكم دي، حصل تبادل لقطع من الكروموزومات ما بين الكروموزومات وبعضها. مثلا اتشال حته من الكروموزوم رقم 9 راحت للكروموزوم رقم 22، وحته من الكروموزوم رقم 22 راحت للكروموزوم رقم 9، فده عمل لي ابنورماليتي في الـ في الـ في الـ في الجين ستراكشر او في الكروموزومز ستراكشر عموما. تمام؟ طيب حصل مثلا ان الكروموزوم اثناء التكوين او كده بقى عنده 2 سنترومير، فدي حاله بسميها داي سنتريك كروموزوم. حصل مثلا ان الكروموزوم شكله اتغير بقى عامل زي الحلقه، فدي حاله بسميها رينج كروموسوم. وهنشوف كل واحده دلوقتي على حده. اول حاله عندي هي الترانسلوكيشن، زي ما انتم شايفين في الصوره دي حصل تبادل كده ما بين الكروموزومين. حاجه اسمها فلادلفيا كروموزوم، دي بيحصل ترانسلوكيشن ما بين الكروموزوم رقم 9 وما بين الكروموزوم رقم 22. بصوا عندكم هي هتجيلكوا كده بالظبط، معمول دايره حوالين الكروموزوم رقم 9 ومعمول دايره حوالين الكروموزوم رقم 22. وهتلاقوا كمان ان 22 تحسوا كده ايه، هي الصوره مش موضحه قوي يعني، بس ايه الدكتوره قالت ان هي هتجيلكوا كده بالظبط زي ما هي. تمام؟ هيحط لكم حوالين 9 و22، و9 و22 على طول يبقى فلادلفيا كروموزوم. تمام؟ حصل ايه؟ ترانسلوكيشن ما بين الكروموسوم رقم 9 و22. هتجيلك هتكتب ايه لو يعني عندكم كتابه كاريوتايبنج، شوف فلادلفيا كروموزوم جنبها حصل ترانسلوكيشن ما بين 9 و22. طيب تعالوا على ده، 8 و14 حصل ترانسلوكيشن ما بين 8 و14. فلو حصل طبعا الابنورماليتي دي، لقوا الجين ابنورماليتي دي في حد، فيبقى هيكون عنده، هيجيله بحاجه اسمها بيركتس ليمفوما. حاجه اسمها ايه؟ بيركتس ليمفوما. يبقى الفلادلفيا 9 و22، بيركتس 8 و14، بيركتس 8 و14، فلادلفيا 9 و22. تمام؟ فلادلفيا طويله كده فالارقام بتاعتها اكبر، 9 و22، فبيركتس لا صغنونه، فيبقى 8 و14. تمام كده يا ولاد؟ يبقى خلصنا حالات الترانسلوكيشن. طيب ايه بقى الداي سنتريك كروموزوم؟ الداي سنتريك كروموزوم ده قال لك ده كروموزوم عنده 2 سنترومير، زي ما انت سنترومير عندك زي ما انت شايف في رقم 8 اهو، ده سنترومير وده اهو، وكمان سنترومير اهو اللي انا بشاور عليهم دول، او اللي متشاور عليه بالسهم والتاني تحته. تمام؟ يبقى داي سنتريك كروموزوم في الكروموزوم رقم كام؟ 8. بكتب رقم الكروموزوم اللي فيه الابنورماليتي. تمام؟ لان على فكره الرقم بيحدد لي اسم السندروم اللي عندي، زي ما شفنا في الترايزومي والمونوزومي والكلام ده. قلنا ترايزومي 21 كان داون، 18 كان ادوارد، 13 كان باتو سندروم، فكل حاجه ليها، لازم اعرف العدد. طيب تالت ابنورماليتي بقى عندي في الاستراكشر، ان شكل الكروموزوم نفسه يتغير، ودي سهله جدا جدا جدا، ان انا يبقى عندي رينج كروموزوم في الكروموزوم رقم 14. دي مش محتاج ان هو يحط لك حوالينها دايره، لان هي باينه خالص ان عندك كروموزوم هو بقى عامل زي الدايره او عامل زي الحلقه، فبسميه رينج كروموزوم. زي ما احنا متعودين بكتب رقم الكروموزوم اللي هو رقم 14. تمام؟ تعالوا بقى نرجع تاني، احنا كده خلصنا على فكره الكروموزوم. الابنورمالتيز كانت عندي حاجات في العدد وحاجات في الاستراكشر. الحاجات اللي في العدد كانت ايه؟ كانت يا اما نقص يا اما زياده. النقص كان منظمي اكس كانت فيميل، عندها المفروض عندها اكس اكس، لا بقى عندها اكس واحده، فسميت الحاله منظمي اكس، بتبقى اسمها تيرنر سندروم، وبكتب طبعا الكاريوتايبنج بتاع 45 اكس 0. طيب ترايزومي رقم 21 يبقى داون اخرها ان ودي اخرها نون، يبقى داون سندروم كانت ايه؟ كانت زياده في الكروموزوم رقم 21، فكنت بكتب
47 وكان تقريبا ميل اكس واي تمام اكس واي و بلس 21. طيب ترايوزمي 18 كان ادوارد وإدوارد كان زيادة في الكروموزوم رقم 18 كنا برضو بكتب 47 وبشوف ميل ولا فيميل بعد كده بكتب بلس 18. طيب ترايوزمي في الباتو سندروم أو ترايوزمي 13 كان باتو سندروم كان برضو بكتب 47 ميل ولا فيميل بلس 13. طيب لقينا كمان ترايوزمي في السكس كروموزومز اللي هي مين يا اما اكس يا اما واي يا اما زياده في الاكس يا اما زياده في الواي. زياده في الاكس بقى عندي 3 اكسات يبقى دي على طول ايه سوبر فيميل. طيب زياده في الواي بقى عندي 2 واي يبقى ده ميل على طول بس هو السوبر ميل لان عنده 2 واي. بعد كده لقينا بقى من كل كروموزوم 3 من كل واحد 3 غير الترايوزمي. ترايوزمي ده كان عدد واحد معين في رقم معين كنت بلاقي زياده لا من كل كروموزوم 3 فدي اسمها تراي بلويدي تمام تراي بلويدي فدي الحاله اللي بيكون عندي فيها من كل كروموزوم 3. ده كده الحالات اللي هي في العدد. طيب الحالات بقى اللي في الاستراكشر او في التركيب الحالات اللي في الاستراكشر كان عندك فيلادلفيا كروموزوم اللي هي كان عندك ترانسلوكيشن او ريسيبروكال ترانسلوكيشن ما بين 9 و22 والبيركت سليمفوما كان ما بين 8 و14 وقلنا فيلادلفيا عشان هي كلمه طويله قوي فايه 9 و22 الارقام الاكبر يعني. طيب بعد كده عندك داي سنتريك كروموزوم اللي كان عنده 2 سنترومير كان في الكروموزوم رقم 8 انت طبعا على حسب اللي هتجيلك اكتب رقم الكروموزوم وغالبا بتيجي نفس الصور دي يعني اللي الدكتوره شرحت منها. وعندك رينج كروموزوم ودي سهله جدا تميزها تشوف الكروموزوم اللي شكله اتغير بقى رينج وتكتب رقمه وبس كده تمام. لو عايزين نشوف الصور تاني نشوفها بسرعه كده. عندك دي النورمال على فكره ممكن يجيلك النورمال عادي جدا تمام نبقى نركز واحنا بنشوف النورمال هتبص على الكروموزومات كلها هتلاقيهم اتنينات اتنينات وهتلاقي اكس واي عادي اللي بعديها بقى مونوزومي لا هتلاقي اكس واحده وهتلاقي عامل لك مربع كده حوالينها. فترنر سندروم او المونوزومي اكس بتبقى فيميل وما عندهاش طبعا واي عندها اكس واحده يبقى دي ايه يبقى دي مونوزومي اكس ترنر سندروم. بعد كده هتلاقي الترايزومي 21 تشوف بقى 21 و18 و13 21 و18 و13 21 يبقى داون 18 يبقى ادوارد 13 يبقى باتو. بعد كده هتلاقي ترايزمي في السكس كروموزومز 3 اكس يبقى سوبر فيميل اكس و2 واي يبقى سوبر ميل. بعد كده تراي بلويدي وبعد كده بقى اللي هي الاستراكشر الابنورمالتيز اللي في الاستراكشر ترانسلوكيشن عندك حالتين ما بين 9 و22 يبقى فيلادلفيا ما بين 8 و14 يبقى بيركتس. الداي سنتريك كروموزوم ده كروموزوم عنده 2 سنترومير واخر حاجه الرينج كروموزوم اللي هو بيبقى شكله زي الحلقه بس كده. والعمل شفته سهل وبسيط ازاي دعواتكم بقى وربنا يعدي الايام دي على خير وربنا يوفقكم ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال يسال في الكومنتات وانا هرد عليه.